برحب بحضراتكم معنا مرة تانية فأنا وبيتي. برحب بنيافتك معنا سيدنا منورنا ومعنا تليفون. ألو ألو. أيوة مساء الخير. مساء النور. ممكن أكلم سيدنا؟ آه طبعاً أهلاً بيك. تفضلي. أهلاً وسهلاً. مساء الخير يا سيدنا. مساء النور. أنا كان عندي مشكلة. أنا متجوزة بقالي 10 سنين. استني بس، بتقولي كان عندي مشكلة واتحلت يعني؟ لا لسه ما اتحلتش. بتفضلي. أنا متجوزة من 10 سنين. تمام. 14/6/2013. تمام. مشكلتي إن أنا متجوزة شاب وحيد. إيه؟ متجوزة إيه؟ ولد وحيد. ولد وحيد. اه بالظبط. هو كان متفق معايا ان احنا هنراعي بابا وماما، فانا ما كانش عندي مشكله خالص. تراعي بابا وماما بتوعه ولا بتوعك؟ لا بتوعه هو. اوكي تمام. لان هو شخص وحيد، فهو اخذني من 14 يوم. احنا رحنا شقتنا بعد الجواز قعدنا فيها 14 يوم بالظبط. بعديها انتقلت العيشه مع بابا ومامته. تمام. وانت كنتي موافقه غير يوم واحد في الاسبوع اللي هو يوم اجازتي من الشغل. تمام. وكان يوم امشي. الحكايه ابتدت ان هو مش عايزني اروح الشقه خالص واعيش مع بابا ومامته. ده ما كانش اتفقنا، بس فعلا اتاقلمت عشان اراضيه، رحت وفعلا عشت معاه. ماما عندكم اولاد؟ عندكم اولاد؟ معايا ولد وبنت. فهو سيدنا مش عايز يعيش معايا، يعني في العشر سنين دول انا عشتهم لوحدي، وهو أغلبية العيشة كانت مع والدته لأن والده اتوفى في 2015. المشكلة هنا مش بس إن هو مش عايز يعيش معايا، هو كان بيشتغل وساب شغله من 2016. يعني هو حاليا بدون عمل. فأنا وقفت جنبه، إحنا كنا مبين كويسين، فأنا كأي زوجة قلت له إن مفيش مشكلة، إحنا معانا قرشين هنعيش بيهم لحد ما تلاقي شغل. لكن للاسف هو من 2016، من 2016 لحد دلوقتي هو ما اشتغلش غير ست شهور. هو رافض ان هو يشتغل، وهو مرتبط بحماتي جدا. يعني هو كان بيسيبني، وتقريبا يعني نص المده هو عايش معاها، هي انا ما عشتش معاه خالص. كان بيجيني زي الضيف طول الوقت، هو عايش مع مامته بياكل ويشرب، والعيشه تقريبا 80%. هو انت مش كنتي بتقولي انك انت كنتي عايشه معاهم، انت بقى سبتيهم ورحتي شقتك صح؟ لما نفسيا تعبت، نفسيا تعبت. انا كنت بتضرب. انا مش سامعه. بقول لحضرتك انا لما تعبت بعد حوالي 3 سنين انا نفسيا تعبت. بعد 3 سنين تعبتي نفسيا فسبتيهم، وابتديت انتقل لشقتي. انا بعت شقتي الاولانيه لان انا ما كنتش قادره اعيش فيها، هو كان مش عايزني اروح اقعد في الشقه. طول الوقت لما بنروح، هي للاسف الشقه كانت حر جدا، فهو بيتحجج ان هو مش عايز يقعد فيها، ارجعي تاني عند والدتي. تمام. فطبيعي رحت وعشت، مفيش اي مشكله. ده ما كانش بالنسبه لي المشكله. المشكله دلوقتي ان هو ساب العمل تماما، رافض ان هو يشتغل تماما، مرتبط بوالدته جدا، وبيقول لكل الناس ان هو مسؤول عن والدته بعد بابا، وانا تقريبا ماليش اي وجود في حياته، انا تقريبا ماليش حياه اصلا. يعني حته التزاماته بينا هي مش موجوده. ان هو يكون مسؤول عن ولاده. سؤال يا بنتي. سؤال يا حبيبتي. سؤال. اتفضل يا استاذ. دور الكنيسه ايه في موضوعكم؟ بص، هو انا كان ليا اب متنيح، كان عايش معايا القصه لحد ما تنيح. قال لي اخرتها، قال لي بصي انت مالكيش غير ربنا. بعديها انتقلت الكاهن تاني، الكاهن ده شاف كل الظروف وقعد معايا ومعاه، وللاسف قال لي ان جوزك ما بيكبرش لحد، وجاب له شغل اكتر من مره ما بيكبرش لحد. لكنه رفض. ما بيكبرش لحد، يعني مش بيسمع كلام حد، مالوش كبير يعني. انا دخلت كل اطراف العيله، بس للاسف محدش اخذ معايا يعني حق ولا باطل. انا سايباه بقالي سنه دلوقتي انا وولادي. هو حاليا بيبعت لنا مبلغ صغير جدا يعني لا يذكر، واهلي اللي بتكمل. احنا بقالنا سبع يعني من 2016 هو مش عايز يشتغل، مفيش مصاريف مدرسه، مفيش مصاريف حياه، مفيش اي حاجه في اي حاجه. الاهم من كده ان حماتي كانت طول الفتره اللي فاتت بتقول لي ان هو هيسيبكم هيسيبنا بعد حياتها هي، بعد ما هي تنتقل. يعني بعد ما هي تنتقل انا هرجع لاهلي بالولاد. هو هيسيبنا ومش هيبقى موجود في حياتنا. هي طول الوقت يعني انه هيسيبكم بعد ما هي تروح السما، لان هو ما عندوش القدره انه يتحمل مسؤوليه سيدنا.
هو ما بيتحملش مسؤولية خالص، يعني ابنه بقاله 4 سنين في مدرسة، هو ما بيصرفش عليه، ما بيدفعش مصاريف مدرسة، ما بيقولش. طب قولي يا حبيبتي بس انت ايه يعني دلوقتي بتفكري في ايه؟ انا دلوقتي هي كانت بتمهد لي ان هو دلوقتي بعد حياتها هيسيبني وهرجع لبيت اهلي بالولاد الكام سنة الاخرانيين دول. فانا دلوقتي انا سايباه بقالي سنة، انا مش عارفة اعمل ايه. انا فكرت افتح ملف، بس ولادي رافضين حكاية الملف دي خالص. انا معايا ولد 9 سنين وبنت 5، هم رافضين حكايه الملف. سؤال اسالك يا بنتي بس طولي بالك يا حبيبتي، اتفضل. عايزه تفتحي ملف ليه؟ انا مش عارفه. هو بقى فتح ملف كده سهل يعني ليه؟ الهدف منه ايه؟ انت عارفه ايه الهدف من فتح الملف؟ ما هو انا مش هكمل معايا سيدنا، هو هيسيبني. يا حبيبتي انا بس بسالك، انت عايزه ايه من فتح الملف؟ الانفصال، لان هي قالت لي، هي قالت لي كده بالبلدي. طيب خلينا بس نمشي خطوه خطوه، مش خطوه. اتفضل. عايزه تفتحي ملف عشان انفصال. طب وهي الكنيسه اللي بتفصلكم عن بعض ولا المحكمه؟ ما هو انا مش قادره اعمل اي خطوه. طب اكمل لك بس يا حبيبتي، اكمل لك بس. طيب يبقى الكنيسه دي الملف افتحه دلوقتي اكن ما فتحتش، لانه قدام القانون انتوا زوجين. طيب تمام. هتفترض ان انت هتروح المحكمه وتطلقي، ما طلق دي، هل انت بتفكري في زواج تاني وانت معاكي طفلين؟ لا نهائي. يبقى تروح المحكمه ليه؟ هي متضايقه منه ومش عارفه تعمل ايه علشان تبعد عنه. بس المحكمه الحل. ده بالعكس، دلوقتي هي موجوده مع اطفالها في شقتها، ما يقدرش يطلعها. لا انا في بيت اهلي يا سيدنا بقالي سنه. في بيت اهلها مش في شقه الزوجيه؟ لا للاسف في نقطه معينه، هي انا فتحت البيت لحماتي من سنه ان هي تيجي تعيش معانا، لان هو باع شقتها وجابها معانا. فهو لما جابها معانا بقى ايه بقى، انا بقيت هو مش بيشتغل، فانا قلت له اتحمل معايا المسؤوليه، مسؤوليه اولادي ومسؤوليه حماتي. للاسف هو مش عايز يتحمل مسؤوليه حد، فانت سبتي البيت المسؤوليه كامله. فهو من ساعه ما جت بيقول لي مش عاجبك امشي، مش عاجبك امشي، انت ليكي مكان في بيت اهلك، لكن انا ووالدتي ملناش حد. فانا كده اتغير وتلملي هدومي بطريقه صعبه جدا. انا طلبت من قاضي اعترافي ان انا اخد حاجتي، فقاضي اعترافي كلمه ان هو يحضر حاجتي، لملي حاجتي بطريقه وحشه جدا، غير مفتاح الشقه. طيب يعني انت سيدنا قال لك او سالك سؤال مهم قوي لازم تجاوبي عليه، هل انت عايزه تطلقي او عايزه تنفصلي علشان خاطر انت عايزه تتجوزي تاني؟ قلتي لا. طيب ايه الافاده من وراء الطلاق؟ هل انت شايفه ان في حاجه معينه انت هتكسبيها دلوقتي؟ انا ماليش اي مصدر رزق خالص ان انا اصرف على اولادي. تمام. فهي لما قالت لي ان هو، هي قالت لي كده، قالت لي هو بكره يموت وانت تاخدي معاش والدك، وقالت لي كمان ان هو بعد حياتها مش هيلاقي يصرف لان هو ماديا صفر. يعني انت عايزه تنفصلي عنه علشان تاخدي معاش والدك؟ انا رايي سالي اب اعتراف في القصه دي يا بنتي. اب اعتراف يا سيدنا سايب الامور خالص خالص، هو بيقول لي انا كلمته اكتر من مره وهو للاسف مش بيكبر لحد. انا اصلا بس يا نانسي ما اقدرش اقول لناس طلقوا في المحكمه عشان معاش. طبعا طبعا. كلام صعب نقول طلق عشان تاخد معاش والدك ولا والدتك. بقى الطلاق وسيله لغير الهدف المرجو منها. يعني سيدنا هو هيسيبنا بعد حياه والدته. هو يعني هو انت ليه مقتنعه بكلام حماتك قوي كده ليه؟ لان هي طول العشر سنين بتقول لي ما تتكليش عليه. يعني هي الست عارفه، هي الست عارفه قدرات ابنها بالظبط. هي بتقول لي ما تتكليش عليه، هو مش هيعمل لك حاجه وهو كده كده هيسيبك، وهي كده كده بتمهد لي ان بعد حياتها انت اهلك اللي هيعلوكي. فانا ماليش حل، لان هو كده كده فعلا هيسيبنا لان هو ما عندهوش المقدره. انت ما بتشتغليش صح؟ والدك عايش؟ والدك عايش؟ والدك عايش؟ لا للاسف ابوي وامي متوفيين، وانا ما عنديش حد نهائي يقف معايا. انت ما بتشتغليش صح؟ لا ما بشتغلش لان ولادي صغيرين ومحتاجيني جدا. فانا مش عارفه اعمل ايه، حتى لو ما كانش الهدف المعاش، هو في نفس الوقت يا سيدنا هو محضر ان هو هيسيبني. يعني هو مقتنعة ان هو هيسيبها، يعني هي مقتنعة انه بعد ما حماتها تنتقل هو هيسيبها. هو قال لي ان بعد حياة امي انت مش هتشوفيني تاني. انا رأيي الكنيسة سعيدة في ايجاد فرصة عمل تتناسب مع الظروف. لسه كنت انا متفقة جدا مع رأيك يا سيدنا. بصي انا عايزة اقول لك على حاجة مهمة قوي، انه حتى لو انت اخذتي المعاش اللي انت بتتكلمي عنه
اي معاش هيعرف يعيشك انت وولادك في مستوى كويس، فانت مضطره تشتغلي للاسف. يعني انا طبعا مؤمنه جدا بفكره ان الست كده كده لازم تشتغل، لكن انت في ظروفك دي مضطره تشتغلي، لان احنا هنعول على راجل ما ترباش على فكرة تحمل المسؤولية، ووالدته أصلاً هي اللي بتعترف بده، وبالتالي أنت اتحطيتي في وضع أنك ملزمة أنك تتحملي المسؤولية، فغصب عنك لازم تشتغل. فسيدنا بيقترح أنه حد يساعدك من أب اعترافك أو الكنيسة في إيجاد فرصة عمل. يعني ده الحل المطروح العملي اللي قدامنا دلوقتي، ولا إيه رأي نيافتك يا سيد؟ أنا مش مع الطلاق، إنما مع أنها تشتغل ويبقى لها دخل تعيش بيه على قد دخلها. سمعنا؟ سمعيكي، بس انا في وضع الكنيسه كده، لا بقيت متزوجه ولا مطلقه ولا منفصله، انا قاعده كده. بس يا بنتي انا ده رايي، وما بقدرش اقول طلقه الا لاسباب الطلاق. يعني ما بقدرش اقول لحد طلق الا لاسباب تتماشى مع الكتاب المقدس. مش مكتوب في الكتاب المقدس الطلاق لاجل الحصول على معاش، ما بقدرش اقول الكلام ده. وارد في القانون الجديد تلاقي صيغة مناسبة تانية، يعني زي فكرة الانفصال أو الانحلال المدني، ده لسه في القانون الجديد لسه. وبالتالي أنا الحل العملي، وأنا عارفة أن أنت قلبك واكلك على أولادك، ودول أهم حاجة عندك طبعا دلوقتي طبعا. أنا رأيي يعني حتى بصفتي ست زيك، اشتغلي علشان تقدري أنت تحسني مستقبل ولادك، لا تنتظري معاش ولا تستني منه حاجة، لأنه واضح أنه ما بيشتغلش، وحتى لو رفعتي قضية نفقة هيطلع لك في الآخر مبلغ زهيد جدا، لأنه ما فيش أي شغل بالنسبة له المحكمة تقدر تثبته عشان تاخذي نفقة، ففي الاخر انت المتضرره. حاولي تشوفي حاجه حتى من الحاجات الاونلاين اللي طالعه جديد دي على السوشيال ميديا، تقدري تستفيدي منها وانت قاعده في البيت بدل ما تنزلي. فحاولي تشغلي دماغك في الفكره دي الوقت ده. تعرفي يا نسيم، عندي في طنطا بعمل حاجه لطيفه، باجي يوم الجمعه في العزاء الاسبوعيه وكده سفر رحلات عشان الشهداء والاخره، بنخصص كل يوم جمعه لثلاث اسر، كل اسره تنتج شيء جوه بيتها من مأكولات، حلويات، أي حاجة حلوة قوي، ويجي يعرضه جوه الكنيسة. عايز أقول لك في أسر عايشة دلوقتي على المنتج اللي بيعرضوه في الكنائس. فممكن نشجع أن يبقى فيه، ممكن يبقى لها عمل تنتجه جوه البيت والكنيسة تساعدها في توزيعه بشكل أو آخر، وحتى السوشيال ميديا. يعني فرص العمل بقت متاحة. السوشيال ميديا النهاردة كتير من بناتنا بيعملوا يشتروا ويبيعوا من خلال السوشيال ميديا. اللي عاوز يدور على شغله وهو قاعد مرتاح هيلاقي. هي بس لانه دماغها وتفكيرها كان مشتت الفتره اللي فاتت، اعمل ايه؟ فلما النهارده انت تحطي دماغك وهدفك انه انا هدور على شغل حتى لو بمبلغ مش كبير، لكن هكبر نفسي عشان احافظ على اولادي، ركزي في ده الفتره اللي جايه. الطلاق مش حل، ومش هتستفيدي كتير قوي، بالعكس انت هتصرفي كتير قوي على الموضوع ده عشان يتم، ولو تم مش هتستفيدي من وراه حاجات كتير. يعني أتمنى تفكري في اللي احنا قلناه النهاردة. أنا بشكرك. طيب ناخد بقى رسائل، شوية رسائل. يا ريت رسائل، لأن التليفونات بتاخد وقت طويل، والرسائل دي أصحابها بعتين من شهور، ما يصحش نأجل رسائل الناس. طبعا. ممكن نعرف قانون الكنيسة من ناحية الورث، وبيتم التقسيم على أي شريعة؟ ولو عندي بنات بس، هل قانون الكنيسة يحمي حق بناتي؟ ولو أخوات زوجي يورثوا معايا، ولا أخوات زوجي يورثوا معايا؟ ده سؤال مهم. أشكرها. هو في مشروع القانون الجديد وضع باب للميراث، وباب الميراث رعي فيه الشريعة المسيحية، لأن الدستور بيقول مبادئ الشريعة أو يحتكم المصريين من اليهود والمسيحيين إلى مبادئ شرائعهم فيما يخص أحوالهم الشخصية. وفي المسيحية لا تمييز بين الرجل والمرأة، في مساواة بين الرجل والمرأة، حتى لما ربنا خلق حواء آدم النظيره مساوية ليه. كلمة نظير تعني من نفس الجنس، إنما أو يعني من نفس النوع، إنما في نفس الوقت تعني المساواة. وليس الرجل من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرب، أمثلة كثيرة، وفي أمثلة في العهد القديم تؤكد المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة. فباب الميراث حاليا الجديد، وده جديد على القانون، ساوى بين الرجل والمرأة في الميراث، بحيث ما يقولش بقى الراجل ضعف الست، لأن ده يتعارض مع الشريعة المسيحية. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، سوى بين الرجل والمرأة أيضا من حيث لو عندها بنات بس. زمان العيلة وعيلة العيلة تورث، صح. دلوقتي لا، بنات زي الأولاد، بنام سوينا بين البنت والولد، فاللي عنده بنات
لا ما تطمن، ما فيش حد يقدر يورث فيك، بناتك يورثوا فيك زي ما اولادك هيورثوا فيك دون تدخل من اخر. ده كلام مهم جدا. طيب في سؤال تاني بيقول ده جاء عليه اعتراضات كتير قوي، لماذا لا يحق للخاطب ان يسترد الشبكه في حاله فسخ الخطوبه على الرغم من شرائه للشبكه، وما هي الادله من الكتاب المقدس؟ سؤال قوي قوي قوي، حلو ورائع. هرد عليه بسؤاله، وما هي الادله في الكتاب المقدس التي تعطيك حق استرداد الشبكه؟ عايز رد، اشمعنى عايز رد الكتاب؟ ليه ما يستردش الشبكه؟ فقول لي فين طيب اللي في الكتاب اللي خليك تسترد الشبكه؟ ولا انت عايز توظف الكتاب وفقا لرغباتك؟ بص حبيبي، الموضوع ببساطه شديده، انت ايها الشاب انت الذي سعيت الى هذه الفتاه، وانت الذي سالت عنها كافتراض قبل ما تتقدم لها، فتتحمل المسؤولية. انت اخترت غطاء عشان تسيب في تضحيات، هتسيب الشبكة الا ان وجد اسباب ترجع لها هي. افرض ان هي بتماطل في الزواج واخرت الزواج، من حقك ترجع، من حقك تسترد الشبكة. فالشبكة لمن لم يخالف المتفق عليه في محضر الشبكة. تاني، الشبكة لمن لم يخالف ما هو موجود في محضر الخطوبة. فأنت حبيبي شايف أنك مقبل على زواجة كلها مشاكل، هتضحي ماليا علشان أنت يبقى مستقبلك مشرق، بس لها تمن، هتسيب الشبكة. واحد برضو بعت في نفس السياق بيقول يعني أنا كده لو دخلت في خطوبة واكتشفت إن هي مش مناسبة ليا، يا أنا مجبر أكمل عشان ما أخسرش الشبكة، يا إما أسيبها وأخسر الشبكة. لا، والبيت اللي أنت دخلته واللي أكلت فيه وشربت فيه، والبنت اللي بقت معروفة قدام المجتمع دي خطيبة فلان، هل أنت بتستسهل كسر مشاعرها وسمعتها انها اترفضت؟ واترفضت ليه؟ انت مش حاسب ابدا ردود الافعال السلبيه الكثيره جدا اللي البنت دي هتعاني منها، وقد تعطل زواجها لسنوات لان خطيبها سابها. ما بتبصش على ده، ما بتبصش على ان الاهل الخطيبه دي صرفوا قد ايه على الخطوبه علشان تبقى الخطوبه شكلها حلو ويرضيك، وبتشترط عليها مين هيحضر ومين ما يحضرش. لا حبيبي، اللي بيترك بإرادته يترك الشبكة بإرادته. تمام، يبقى احنا حسمنا الموضوع ده لأنه جاء عليه أسئلة كتير واعتراضات كمان كتير جدا. ما هو كل واحد عاوز يخلي القانون على فكرة، بس عشان تبقى الصورة واضحة، هذا ما كان متبعا في عرف الكنيسة بالزبط. كل السنين اللي فاتت بالظبط، بس ليه احنا بنحطها في قانون؟ تبقى ملزمه علشان تبقى عارف من قبل ما تتجوز. ده دي تخلينا نفكر ألف مره قبل ما اروح اتقدم للناس. لا، واحد قال لي ايه تعليق انا لسه فاكراه، بيقول لي يعني انتوا كده بتفتحوا الباب للعائلات ان هم يستغلوا ولاد الناس، فتروح تتخطب مره واثنين وثلاثه وياخدوا الشبكات منهم، وتبقى دي بقى حكايه جديده يعني. حضرتك قبل ما تخطبها عارف انها اتخطبت اثنين وثلاثه، ايه اللي دخلك عندها؟ صح، ما احنا من ضمن الحاجات في شهاده الخلو بنكتب عدد مرات الخطوبه، خطوبه سابقه كم مره. حضرتك عارف انها اتخطبت 3-4 مرات وبرضه رايح، تستاهل. سوري يعني، ما احنا كده حسمنا الوضع في النقطه دي عشان ما حدش يزعل بعد كده. طيب، في رساله بتقول ممكن نعرف امتى هيصدر القانون؟ هيصدر لو سمحتوا، لانه انا عن نفسي عاوز اخلص من اللي معايا، لاننا بعاد عن بعض انا وزوجتي من اكتر من 5 سنين ومش مخلفين، واحنا الاثنين عاوزين نخلص من بعض. لو انت عاوز تخلص منها مش هقول لك امتى القانون عشان احاول اصلحك عليها يعني. لا بص يا نانسي، هو القانون بصفه عامه بغض النظر عن الاخ ده بيقول ايه، هو شبه منتهي كقانون للمسيحيين في مصر، يمكن حاجات رتوش خفيفه يعني دي اللي بتتحط دلوقتي، زائد
يعني لنا بعض الطلبات في موضوع بسيط كده مع وزارة العدل إن شاء الله يخلص. إنما في نفس الوقت القانون ليه متأخر؟ ما احنا خلصناه تقريبا، هيصدر معاه في نفس الوقت، واحنا بنشكر فخامة الرئيس على كده انه يعني اهتم قوي ان قانوننا يدخل مع اخواتنا المسلمين في نفس الوقت. في حاجات مشتركة بين القانون بتاع اخواتنا المسلمين وبيننا، فلان القانون بتاع اخواتنا المسلمين لسه بيندرس، ففي حاجات كتيره لقيناها احنا اللي لقيناها برضو، عشان برضو ولادنا يفهموا صح لالا يفتكروا ان بيفرض علينا شيء، لا يفرض علينا شيء. انما احنا اقتنعنا بان دي ممكن تفيدنا برضو في نفس الوقت. طبعا فيما لا يخص البطلان ولا الطلاق ولا خالص خالص، امور تانيه، امور تانيه خالص. فيعني مثلا اديكوا فكره، مثلا فكره الرؤيه، فكرة الحضانة دي مشتركة في الاثنين. فكرة ما يسمى النهاردة الاستزارة، يعني الزيارات، يعني ما كانش لا موجودة لا في القانون ده ولا في القانون ده. النهاردة بدأ يتعمل، واحنا بنشكر الحقيقة في خامة الرئيس انه مهتم قوي باستقرار الأسرة واستقرار ومراعاة مصلحة الطفل. تمام. فالنهاردة هي عندها الحضانة، فمش عايزة يشوف الطفل. لا ده بقى في قانون عقوبات، في باب للعقوبات عشان لو ما نفذتش. طب ليه انا ما اخدش منه؟ موضوع النهارده هو رؤية وغلبان يقعد اسبوعين ولا ثلاثة عشان يشوفوا ساعة وهم قاعدين وفي نادي ولا، طب ازاي يتمتع بابنه ولا ابنه يتمتع بيه؟ ممكن يبقى في استضافة، ده ممكن يبقى يبيت عنده ليلة واتنين. فدي كلها مستجدات أضيفت فيها بعد إنساني، وعايز أقول لك إنسي ده اللي موجود في العالم كله صح، إنما هنا ما كانتش موجودة في مصر. فنشكر ربنا للفكر المستنير جدا في صياغة القوانين بتاع أخواتنا المسلمين اللي إحنا ممكن نستفيد منه كمان في حتة الحضانة والاستزارة وإلى آخره. هو ده اللي مأخرنا، ده بقى عشان في لسه دراسات بتتعمل على مشروع أخواتنا المسلمين، فبنستنى ايه اللي ينفعنا منه ناخد، وبالتالي ما يخصنا فقط احنا لن يتأثر بشيء ويخش القانونين مع بعض. انما انا شايف ان الدولة برئاسة الرئيس السيسي الحقيقة مهتمة انه يخلص بسرعة قوي، وانا اعتقد يعني ان شاء الله قبل دورة الانعقاد القادمة هيكون القانونين خارجوا. هايل. طيب في رسالة تانية بتقول انا عايشة بره مصر ومخطوبة لشخص في مصر، هو كان عايز يفسخ من غير اي اسباب والمفروض فرحنا. تاني هي برا وهو جوه. هو جوه. هو عايز يفسخ من غير اسباب، المفروض ان فرحهم كان في شهر 5 السنه الجايه. بس هرجع بقى للاخ اللي كان بيتكلموا في الشبكه، حضرته ربطها، هو عارف مننا بقى وعاوز يسيبها. بالظبط. يقول لها هات الشبكه واسيبك، ولا يعلقها عشان غصب عنها عشان هي تزهق فتقول له نفسها. ما يقدرش، لأن احنا كاتبين في من ضمن الشروط، احنا قلنا ان الخطوبة في اجل محدد، يعني الزواج يتم في اجل محدد، اللي يتأخر بقى عن الميعاد يفقد الشبكة. تمام. هي بتقول بس اما عارف ان الشبكة هتكون من حقي غير رأيه ومش عايز يفسخ، بس بيحاول يطفشني بكل الطرق عشان افسخ انا وياخد هو الشبكة. علشان كده كلمة فسخ خطوبة لازم تبقى بطلب مكتوب من اللي عاوز يفسخ للكنيسة، يعني يا ابونا لما يقولك انا مش عايزها ما تاخدش كلام شاف، قول اكتب لي. فاول ما قال اكتب لي خلاص بقى دوكيومنتد، بقت وفي يعني حاجة مكتوبة. فبلغ التاني برضو بجواب علم الوصول عشان يمضي انه استلم الجواب يعرف ان التاني بيسيب. فخلينا نتعامل من خلال المستندات، من خلال الاوراق، من خلال ما هو مكتوب، عشان المكتوب ده ما يقدرش يبقى فيه تراجع. فهنا بنتي عايز اقول لك بصراحه، قدامك احد طريقين، يا الشبكه يا سرعه الفك. اقولها تاني، يا الشبكه يا سرعه الفك. بمعنى انتوا للاسف كتبتوا ان الزواج بعد 3 سنين أو بعد 2 سنين والزواج لسه ما تمش،
هو مش هيتجوز. طيب هيقولك انا لسه انا قدامي السنتين لما يخلصوا السنتين، بس انت عارف انه مش عايزك بيطفشك، يا اما تستنى للمده المحدده المكتوبه في محضر الخطوبه وتحتفظي بالشبكه، يا اما تفضل مع السلامه شبكتك، لا عايزاك ولا عايزه شبكتك، سوري في التعبير يعني، انت عايزه ايه؟ طيب بس ده في حاله يا سيدنا ان هم اصلا يكونوا عاملين محضر الخطوبه صح؟ ما هو لو ما عملش محضر يبقى ما قدمش شبكه. لا في ناس ممكن تقدم شبكة بدون ما تعمل محضر للخطوب، وده شائع جدا. وإيه اللي يثبت إنه قدم لها حاجة؟ صح. هيطلبها بيها إزاي؟ خلوا بالكم بقى بعد كده. ده مهم. طيب إحنا عندنا وقت ناخد رسالة ثانية ولا خلاص؟ كده نانسي دايما بقول لأبهات وبأكده دايما، أبونا مش شغلتك تلبس دبل. ما تلغيش طقس الخطوبة والصلوات في الخطوبه والاشهار والاعلان قدام الناس ان في الاثنين دول ارتبطوا، والاعلان في لوحه الاعلانات بالكنيسه بتاع ده الخطيب والخطيبه انهم اتخاطبوا. حضور ابونا في طقس عبادي مع محضر خطوبه مع تقديم شبكه مع وجود شهود، ده يحمي حقوق الطرفين. يا ابونا ما تشتركش فيما يسمى تلبيس دبل، لان احنا بنقضي على طقوس الكنيسه وما يتولد عنها من مشاكل اذا حبوا يسيبوا بعض. تمام. طيب في رساله ثانيه بتقول انا واحده مخطوبه من 7 شهور وهو بيشتغل مصور في استوديو، كنا متعرفين بقالنا سنه قبل الخطوبه، انا اعرف عيلته ناس جميله وهو شخصيه كويسه حد كريم، بس طباعه شديده وعنيد جدا. كويس ازاي؟ بتقول هو شخصية كويسة عشان كريم يعني؟ ممكن، بس طباعه شديدة وعنيد جدا وعصبي. بس عصبي عصبي، بس كل ده تعاملت معاه عادي، يعني هي كل ده تعاملت معاه عادي. إذا كان هو كده قبل الخطوبة هيبقى 10 أضعاف بعد الجواز. لأنه مفيش إنسان من غير عيوب، بس من فترة بعد الخطوبة بشهرين حسيت إنه بيخوني، ولما واجهته لأني شفت موقف كان بيتكلم في التليفون وقت كبير، ولما واجهته كذب. وبعد كده اعترف قال لي ان دي واحده مش من دينه، جارتنا، وانا بساعدها مساعده ماديه، وللعلم كانت بتكلمه الساعه 12 ونص بالليل عشان المساعده الماديه يعني. 12 ونص بالليل يعني. وهي مطلقه ومعاها يعني ولدين، لها فيها ولا مش فيها؟ طب انا مش عارفه. اكبر حد من ولادها عنده 18 سنه، وقال لي ستوب. انا كنت حاسه. كمليش. انا كنت حاسه. سيبيه فورا. سيبيه فورا. هي كاتبه كلام كتير قوي. انا ما تكمليش، ما هو يعني الكتاب باين من عنوانه. هقول لنيافتك حاجه سيدنا، موضه قوي انا بتابع البنات وبتابع الحاجات اللي بيكتبوها على الجروبات، بحس قوي ان البنات اليومين دول بعض منهم بيميل لفكره، هقولها زي ما هما بيقولوها، الباد بوي، اللي هو ايه؟ عنده خبرات يعني. الباد بوي ده اللي هو يعرف يقول كلام حلو. بالظبط. انا بميل للشخصيه دي، او بلاقي البنات بتشجع بعضها. هو ويل بي باد وذ هير اند وذ ذم. هيبقى معاك ومع غيرك. مع كل الناس. صح. يعني السيء ده، الشقي ده، النغش ده، بياع الكلام ده، اللي ايده طويله ده، سوري في التعبير يعني، ما اقصد بقى حاجه معينه يعني، هو معاك ومع غيره. صح. ما تفرحيش بالباد. دور على ابن ربنا اللي يجذبك لربنا، مش ابن للعالم اللي يغرقك في العالم. ده حقيقي. طيب اخر رساله بقى معانا. أنا عايزة أوضح حكايتي باختصار عشان سيدنا يقدر يديني حل لمشكلتي. أنا زوجة متجوزة من 25 سنة، اتجوزت وسافرت مع زوجي واتغربت وتركت كل شيء من عملي وأهلي وكل شيء، وخلال كل الفترة دي وقفت بجانبه كتير جدا، وأنا أعمل موظفة وهو يعمل في القطاع الخاص، وقفت جنبه وصرفت كل المرتب على البيت وعلى بناتي الاتنين، لأنه كان بيقعد فترات طويلة من غير عمل، وياما دخلني في مشاكل كتير، كنت أحوش الفلوس يرجع ياخدها مني ويضيعها ويقول لي بعمل مشروع، بعت ذهبي كله عشان أقف جنبه ويقدر يعدي كل ما إحنا، وبالرغم من كده وبعونة ربنا ليا قدرت أربي بناتي كويس في مخافة ربنا، واحدة اتخرجت ودلوقتي في منصب حلو ونشكر ربنا، وبنتي التانية على وشك. وقلت أكمل الرسالة وربنا معايا، مع العلم إن طول السنوات دي كنت ما بحكيش أي حاجة لأي حد عن ظروفي وأحوالي، ولا كنت بخرج أي مشكلة بره بيتي لأي حد حفاظا على صورته عشان تفضل صورتنا وصورة البنات حلوة قدام الناس،
وكنت أقول لنفسي إن ده صليبي ولازم أتحمله، وأكيد ربنا هيعوضني، مع العلم أيضا إنني إنسانة مريضة أجريت العديد من العمليات وجالي كتير من الأمراض في القلب والجهاز الهضمي، وكان كل مرة الدكتور يقول دي حالة نفسية، ومع ذلك اتحملت ومضت الحياة وحدث ما لم يكن في التوقع. جوزي قام بالاستدانة من شخص بمبالغ طائلة بإيصالات أمانة، وقدم هذا الشخص بإيصالات للنيابة وهيدخل السجن، وأنا ماليش حد ومش قادرة على دفع المبالغ دي، وخايفة على سمعة بناتي وسط الشغل والكنيسة، خصوصا أن بنتي خادمة في الكنيسة وأنا من عيلة معظمها بيخدم في الكنيسة، وأنا عمري ما دخلت أي إقسام أو محاكم. وكمان نسيت أقول معلومة مهمة، أن الشخص ده قبل كده من كام سنة اتعرف على بنت مش مسيحية عن طريق الإنترنت، وبعد كده اعتذر وسامحته، وبعد كل ما حكيته ده عايزة أسأل نيافتك يا سيدنا، أنا عايزة أقطع صلتي بهذا الشخص، هل من الممكن أني أرفع قضية أو حتى خلع؟ المهم ما بقاش لينا علاقة بالشخص ده، خصوصا أنه ما رعاش بناته وما بيفكرش فيهم. وكنت عايزة أسأل سيدنا نيافة الأنبا بولا، هل يحق للزوجة طلب الطلاق أو حتى الخلع بسبب سجن الزوج حفاظا على سمعتها وسمعة أبنائها؟ أسفة جدا على الإطالة، وشكرا لقناة ميسات، وشكرا جزيلا سيدنا. سؤال هنا بس على الجملة الأخيرة، هل طلاقها من زوجها هينفي صلاته بيها؟ يمنع أن هو أبوهم؟ لا. وهيمنع السمعة السيئة أن أبوهم في السجن؟ أنت بتدور على مصلحتك مش مصلحة عيالك. قولها تاني، هي بتدور على نفسها مش على بناتها. ده هي لما تطلق بقت المشكلة مشكلتين، أمهم مطلقة وأبوهم مسجون. تاني أنت حطيتيهم قدام المجتمع في مشكلتين، الأم متطلقة والأب مسجون، إنما من غير ما تطلقي في مشكلة واحدة إن الأب مسجون، وسجنه مش هيلغي طلاقك ليه، وهيبقى بناته أبوهم مسجون سواء أنت طلقت أو ما طلقتيش. ما انصحش بالطلاق عشان السمعة، مش هيمنع السمعة يعني أيا كان. بشكرك جزيلا يا سيدنا، احنا ارهقنا نيافتك جدا وردينا النهارده على عدد كبير من التساؤلات، وكان في بعض الاسئله حقيقي كنا محتاجين يبقى في حسم كده في الاجابات. انا بحب الاجابه الحاسمه، مش ما امسكش العصايه من النص يعني. حقيقي الناس منتظره رد قاطع، مش يعني ممكن ومش ممكن ده حقيقي. وبشكر نيافتك لانه حقيقي المشكله مش بس الرد يخص صاحبها، لكن احنا بنعمم الموضوع علشان ناس كتير تستفيد، وده الهدف اصلا من حلقات المشكلات، مش اننا بس ننفع صاحب المشكله لكن كمان كل اللي بيتفرجوا علينا. بشكرك جزيلا يا سيدنا على المعرفه والتثقيف والوعي اللي بتزرعه في نفوس ابنائك من المشاهدين، وحقيقي احنا بيجي لنا ردود افعال ايجابيه كتير قوي بعد كل حلقه بتشكر نيافتك على المجهود الكبير ده. على فكره كتير جدا بيكلموني على أداء حضرتك الرائع. ربنا يخليك يا سيدنا، وجايز اللي بيشوفوك يقول أنبا بولا، إنما اللي بيشوفوني أنا بيقولوا لي نانسي. ربنا يخليك يا سيدنا، دي حاجة أنا ما استاهلهاش. تعيش لا. تعيش يا سيدنا، ربنا يخليك. بس برضو يعني عاوز أقول للمشاهدين، هم شايفين حضرتك، مش شايفين عندنا معدة شطرة قوي كمان؟ طبعا طبعا، وفي فريق كبير، عدد طبعًا. من الكبير من أولادنا اللي بيشتغلوا من ورانا وبينجحوا البرنامج، انا باسمك يعني باسمهم بشكرهم كلهم. شكرا جزيلا سيدنا، وزملائي كلهم في الكنترول روم عايزين يعيدوا على نيافتك وبيقولوا نيافتك كل سنه ونيافتك طيب وبخير ودايما منورنا وبتباركنا في انا وبيتي. الف شكر يا سيدنا نيافه الحبر الجليل الانبا بولا مطران طنطا وكل توابعها. بشكركم مشاهدينا على متابعه حلقه النهارده، والحلقه زمانها موجوده دلوقتي على صفحه انا وبيتي اللي عليها لوجو انا وبيتي، دي صفحتنا الوحيدة والرسمية. أرجوكم لو عايزين تبعتوا أي رسالة، أنا طبعا بستنتج يعني ومش من حق أقول ده، إن ربما في برامج أخرى واخدة نفس الاسم يعني. غالبا في صفحات أخرى واخدة نفس صفحات. الاسم أوكي. يبقى اللوجو هو الحاسم اللوجو يعني. وهتلاقوا البوستر بتاع البرنامج عليه صورتي، وهتلاقوا المقاطع بتاعة الحلقات نفسها موجودة على الصفحة. بس إزاي رانش عليها صورتك وعليها صورتي؟ لا ازاي يا سيدنا؟ ده نيافتك الاصل. كل المقاطع لنيافتك. لا, لا. لا انا وجودي في البرنامج حاجه بسيطه جدا في مقابل لا لا لا. بجد المجهود الكبير اللي نيافتك بتبذله. سعيد للعمل مع حضرتك. شكرك جزيلا يا سيدنا، دي حاجه تزودني وتشرفني وتسعدني. والحلقات كلها موجودة من ساعة ما ابتدينا لحد دلوقتي، وكلها نزلت مقاطع، وكمان على يوتيوب الحلقة كاملة، علشان في ناس بتسألني على الحلقة كاملة مش متقطعة، موجودة على يوتيوب وكمان موجودة على صفحة أنا وبيتي وصفحة قناة ميسات. بشكركم وأشوفكم يوم السبت الجاي الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة. إلى اللقاء.
هذا البرنامج برعاية Thank you.